حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. ألزم البنك المركزي في العراق المصارف المجازة وشركات الصرافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية للحصول على حصتهم المقررة من الدولار. وبحسب وثيقة صادرة من المركزي فإنه يتوجب اعتماد المنصة الإلكترونية للبيع النقدي للعملة الأجنبية اعتبارا من اليوم. وأضافت الوثيقة أنه سيتم حرمان المصرف أو الشركة التي لا تستخدم المنصة المذكورة من الحصول على حصتها الأسبوعية من الدولار. أرجع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام عدم تسليم كردستان العراق حصة بغداد من النفط إلى عدم إرسال الأخيرة حصتها من الموازنة لأربيل. وقال سلام إنه نتيجة لقطع الموازنة منذ عام 2014 اضطرت السلطات في كردستان العراق لإبرام عقود استكشاف واستخراج للنفط لسد احتياجات المواطنين. وأضاف أن كردستان العراق لديه عقود موقعة لشركات مختصة بإنتاج وبيع النفط، ومن الصعوبة إيقاف هذه العقود في الوقت الحالي. وتتعرض عائدات الإقليم من النفط إلى الخسائر بسبب الأموال الكبيرة التي تتقاضاها شركات النفط الأجنبية. أكد مطار إربيل أن عائدات العراق من المطار بلغت أكثر من ربع مليون دولار يومياً. وبيّن مدير المطار أحمد هوشيار أن أجواء العراق تصنف بأنها أكثر أماناً من دول عديدة في المنطقة، مشيراً إلى أن العراق يعد منطقة حمراء بالنسبة للطيران الدولي على حد تعبيره. ذكر بيان مقتضب لمركز الإعلام الرقمي أن العراق يحتل المرتبة 13 بعد 100 عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت في المنازل بحسب مؤشر عالمي. ويواجه العراقيون منذ سنوات طويلة قضية الغلاء المبالغ فيه بأسعار خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام وضعف نوعيتها. ويرجع المراقبون سوء خدمة الإنترنت في العراق إلى تهريب السرعات والخدمات لدول الجوار، كما يرجعون إضعاف الخدمات لمسائل أمنية تتعلق بنقل الأحداث والفعاليات، لا سيما في أوقات التظاهر وفي التظاهرات المعارضة للحكومة. واصل التضخم ارتفاعه حول العالم ليسجل أكثر من 5% في نحو 84% من البلدان المنخفضة الدخل. وبحسب البنك الدولي فقد سجلت نحو 86 دولة من الدول المرتفعة الدخل ارتفاعا في التضخم، بينما أغلقت مؤشرات أسعار الزراعة والحبوب بنسبة 2% أعلى مما كانت عليه قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن أسعار الذرة والقمح والأرز ارتفعت بنسبة تراوحت ما بين 1% و5%. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.